استاذ عمرو، المشكله فين؟ اعتقد عشان احنا يمكن انا فاكر اول مره اتناقشنا فيها في الموضوع ده هو من لحظه تقريبا دخولي كمخرج في صناعه السينما، يمكن فاكر من 10 سنين مره حضرت في غرفه صناعه السينما، وتقريبا التوصيات اللي قلناها يومها هي نفسها بالظبط التوصيات اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، ما اتغيرش قايد انمولا يعني. بس اعتقد لو هلخص العشر سنين دول او التجربه بتاعتنا كلنا في العشر سنين او في اكيد من قبل كمان العشر سنين، والحل السحري هو جمله واحده، هو ان القرار السياسي او الرغبه السياسيه تبقى اكبر من المخاوف الامنيه. النهارده لازم يبقى في رغبه، مش بس سياسيه، رغبه سياسيه واقتصاديه وتسويقيه وسياحيه، الرغبه دي تبقى واضحه جدا وراها قوه كبيره اكبر من مخاوف امنيه تجاه التصوير الخارجي في مصر. وبالعكس انا شايف كمان ان المخاوف الامنيه اللي المفروض تكون موجوده من عدم التصوير هي اكبر من التصوير، بمعنى انه الحاله الامنيه في مصر انا رايي يعني الشخص انها اتحسنت كتير جدا في الفتره اللي فاتت، حاله استقرار ولاظهار قد ايه احنا ناجحين امنيا. ده معناه انك تجيب ناس من بره يصوروا يبسطوا ويمشوا فياخدوا انطباع وتقول ان انت بلد امنيا قويه، ان انت قويه انها تقدر تساعد التصوير الاجنبي ان هو يجي. فانا بالعكس شايف ان حتى امنيا لو فكرنا امنيا هو صوره مصر الامنيه وامانها هيزيد مع التصوير الخارجي. بس يمكن هزيد على كلام محمد دياب اللي احنا بنتناقش فيه على طول، معظم البلاد دي انت عندك شخص في اي مشكله صغيره او كبيره بتكلمه في 3 ثواني بيحلها لك مهما كانت المشكله دي عامله ازاي. الشخص ده قادر انه يحلها لك وعايز يحلها لك. فلو عندك هذه الجهه او هذا الشخص اللي قادر، اللي هو فعلا عنده القدره السياسيه والامنيه وكل القدره الممكنه، يعني هو شخص واحد، يعني انت بتروح تصور مثلا زي المجر اخر حاجه مثلا، بتتعاملوا مع شخص واحد هو جهه واحده كل حاجه. بس هو تعالى ما نقولش المجر، لان المجر حتى بعيد عننا تمام. فلو قلنا حد بلد زي الاردن، يعني الاردن من اعلى الناس في الدوله بتكلمه في تليفون شخصيا تقول له انا مش عارف اصور هنا، او مش عارف اخش الحته الفلانيه اصور، او عندي مشكله وانا بصور الفلانيه، في 5 ثواني بتتحل. ويمكن كان دياب حكى عن القصه دي قبل كده. فهو الرغبه السياسيه دي لو موجوده والامنيه موجوده اعتقد ان الموضوع هيبقى سهل، لان احنا ممكن نتكلم في اليات كتير جدا، بس لو الرغبة السياسية الحقيقية مش موجودة مش هنوصل لحاجة لنفس النقطة، يعني هنوصل لنفس النقطة. يعني أكتر مشكلة قابلتك، مش هقول مشكلة يعني أكتر عقبات قابلتك في التصوير العادي، مش هقول حتى العمل العالمي، في التصوير العادي كمخرج. أنا يمكن هي مثلا هقول لك مثل بسيط، إحنا مش مثل بسيط، هي دي بتحصل لنا كل يوم، إن أنت تيجي تصور في مكان تلاقي فيه ساعات والله العظيم ما بكذب فوق ال7 جهات محتاج تاخد منهم تصريح عشان تصور في مكان واحد. فمحتاج تاخد اثار سياحه، خفر سواحل، داخليه، كذا كذا كذا. فالانتاج كل واحد حاطط رسوم زي ما هو شايف. مش مهم على فكره الرسوم اخر مشاكلنا، هو المشاكلنا مش الرسوم. لا في البرامج بتبقى الرسوم مشاكلنا. احنا على في البرامج الرسوم بتبقى على فكرة لو في سعر محدد هتعرف ان انت تقدر تصور هنا او ما تقدرش. بالظبط، انت بتعمل عمليه انتاجيه في الاخر. بالظبط، لكن المشكله عمرها ما كانت سعر، هي المشكله ان انت عقبال ما تلف على الناس دي كلها تكون زي ما دياب كان بيقول او محمد بيقول، هو انت اتاخرت خلاص، يعني خلاص انا محتاج اصور في هنا بعد 2 اسابيع، لو بعد 2 اسابيع ويوم مش هلحق. فانا عشان اطلع التصريح دي كلها، فاكتر حاجه بتجيلنا هي لا يا ريس انت عشان تصور في المنطقه دي محتاجين 1 2 3 4 5 6 7 8. فخلاص عقبال ما خلص ده انا بكلمك في حاجه يمكن صغيره، لكن انت عندك من اول ما بتكتب السيناريو عايز تاخد له تصريح، خلاص لقينا ظابط يبقى لازم يروح الداخليه، لقينا كذا يبقى لازم يروح الجهه الثانيه، فدي تصاريح، وبعد كده لما تخش في عمليه التصوير تصاريح، فهو ما عندكش جهه واحده تخلص لك ده رقم واحد. ثانيا ما عندكش بصراحه بحته، ما عندكش الثقافه والاهتمام بان السينما دي مهمه، لا عند من اول المواطن البسيط اللي بيشوف كاميرا يتخض ويحس ان ده مسدس. هو الكاميرا بالنسبه للمواطن، مش هقول حتى رجل الامن البسيط اللي في الشارع، ده كمان المواطن نفسه ساعات بيخاف منك لو شاف كاميرا. خلي المواطن، لان احنا في الاخر مرينا في العشر سنين دي يعني بحاجات كتير يعني تمام. بس وقول ان الامن او الضابط بيبقى ليه اعتباراته، خلينا نتكلم في الموظف. هل الموظف بيبقى متعاون، ولا الموظف هو كمان بيمارس دور الضبطيه حتى لو لم تمنح له؟ ده 100% حصل طول الوقت. ساعات كتير جدا شخص بلا جهه او صفه يجي يوقفك ويقولك انت بتعمل ايه هنا، وتلاقي نفسك كتير جدا عندك المشكله دي، بس نفترض انك وصلت لموقع التصوير، ده معناها ان اوريدي انت خدت ورقه. عشان تاخد الورقه دي بقى حلني،
يعني هتلف كتير وهتروح وتيجي وانت مستعد على فكره في في الميزانيه انك تدفع، ما عنديش مشكله ادفع، بس عندي مشكله انه ان انت مش ما عندكش الطريق وما عندكش الاهتمام بالشغلانه نفسها. السينما طول الوقت الناس معتبراها رفاهيه ومش معتبراها اكل عيش ومش معتبراها صوره للبلد ومش معتبراها صناعه كبيره هتدخل فلوس وايمج يعني صوره للبلد نفسها. فاعتقد احسن ترويج سياحي يعني احنا لا زي ما دياب كان بيقول لك، هو فكره ان انت دلوقتي الاردن ولا المغرب بالذات البلدين دول لو عايزين نشوفهم لان هم اللي حققوا ده بنجاح. برافو عليهم طبعا، برافو عليهم يعني، برافو عليهم، نتمنى لهم كل طبعًا التوفيق يعني.